بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية صفحة 204 قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه، يعني الفجر والعصر. هذا الحديث الصحيح المتواتر يشهد لما دلت عليه الآيات السابقة من رؤية المؤمنين لله عز وجل في الجنة. اللهم ارزقنا النعيم بالنظر إلى وجهك العظيم يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات، وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم. وهذه النصوص من الآيات والأحاديث تدل على أمرين: أولهما علوه تعالى على خلقه، الرحمن على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وكماله، علوه تعالى على خلقه لأنها صريحة في أنهم يرونه من فوقهم تبارك وتعالى. ثانيهما أن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم جل جلاله، وقوله كما ترون القمر ليلة البدر المراد تشبيه الرؤيا بالرؤيا لا تشبيه المرء بالمرء، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، ولكن يرونه بلا مزاحمة كما يرون القمر ليلة البدر، يعني أن رؤيتهم لربهم عز وجل تكون من الظهور والوضوح كرؤية القمر في أكمل حالاته، وهي كونه بدراً ليلة 14 ولا يحجبه سحاب. ولهذا قال بعد ذلك: لا تضامون في رؤيتي، روي بتشديد الميم، لا تضامون من التضام بمعنى التزاحم والتلاصق، والتاء يجوز فيها الضم والفتح على أن الأصل تتضامون، فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً، وروي بتخفيف الميم تضامون من الضيم بمعنى الظلم، يعني لا يلحقكم في رؤيته ضيم ولا غبن. وفي حثه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على صلاة العصر وصلاة الفجر خاصة إشارة إلى أن من حافظ عليهما في جماعة نال هذا النعيم الكامل الذي يضمحل أن يهلك بإزائه كل نعيم، وهو يدل على تأكيد هاتين الصلاتين، كما دل على ذلك الحديث الآخر: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. متفق عليه. يجب على المسلم أن يحافظ على جميع الصلوات، يجب على الرجل أن يصلي مع الجماعة، إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف أي تغيير المعنى، ولا تعطيل أي نفي، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. قوله إلى أمثال هذه الأحاديث، لما كان ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأحاديث ليس هو كل ما ورد في باب الصفات من الأخبار، نبه على أن أمثال هذه الأحاديث التي ذكرها
مما يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن حكمه كذلك، وهو وجوب الإيمان بما يتضمنه من أسماء الله وصفاته. نؤمن بما ورد في القرآن الكريم وفي الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى، من غير تمثيل ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تأويل. ثم عاد فأكد معتقد أهل السنة والجماعة، وهو أنهم يؤمنون بما وردت به السنة الصحيحة من صفاته، كإيمانهم بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف أي تغيير ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم أخبر عن أهل السنة والجماعة بأنهم وسط بين فرق الضلال والزيغ من هذه الأمة، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم السابقة. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ومعنى وسطا عدولا خيارا، كما ورد الحديث بذلك. قال المعلق يشير إلى ما رواه البخاري رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب العالمين، يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، أعوذ بالله. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. فيشهدون أنه قد بلغ، أن نوح قد بلغ، لأن الله بيّن لنا في القرآن ذلك. فيشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، أي في فتح الباري، قوله: والوسط العدل، هو مرفوع من نفس الخبر وليس بمدرج من قول بعض الرواة كما وهم فيه بعضهم. ومعنى وسط عدولا خيارا، فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح أي تميل إلى الغلو الضار، والأمم التي تميل إلى التفريط التقصير المهلك. فإن من الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق وحقوقه ما جعل، كالنصارى الذين غلوا في المسيح والرهبان عيسى عليه السلام، غلوا فيه، فمنهم من قال هو الله، ومنهم من قال ابن الله، ومنهم من قال ثالث ثلاثة، كل هذا غلو وباطل. فعيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم عليه السلام. ومنهم أي ومن الأمم من جفى الأنبياء، أي لم يعرف قدرهم وكرههم. ومنهم من جفى الأنبياء وأتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم، كاليهود الذين قتلوا زكريا ويحيى عليهم السلام، وحاولوا قتل المسيح عيسى عليه السلام ورموه بالبهتان فرفعه الله إلى السماء. وأما هذه الأمة فقد آمنت بكل رسول أرسله الله، واعتقدت رسالتهم، وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها. صلوات الله وسلامه على جميع الأنبياء والمرسلين. ومن الأمم أيضاً من استحلت كل خبيث وطيب، ومنهم من حرم الطيبات غلواً ومجاوزة. وأما هذه الأمة فقد أحل الله لها الطيبات
وحرم عليهم الخبائث إلى غير ذلك من الأمور التي من الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها. فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية الذين نفوا أسماء الله وصفاته، وأهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الخالق بالمخلوق تعالى الله. قال المعلق: الجهمية طائفة انتشرت في أواخر دولة بني أمية تنتسب إلى الجهم بن صفوان الترمذي، وهو أخذ عن الجعد بن درهم، ومذهبهم نفي الأسماء والصفات، كما أنهم من غلاة المرجئة والجبرية المشبهة ويسمون المجسمة، وهم على النقيض من الجهمية في إثبات الأسماء والصفات، فقد قالوا: إن لله يداً كيد المخلوقين تعالى الله، وسمعاً كسمعهم، وبصراً كبصرهم تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. فهؤلاء ضالون، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنؤمن بأسمائه وصفاته على ما يليق به، بلا نفي ولا نفي، بلا نفي ولا تأويل، بل على ما يليق بجلال الله وعظمته تبارك وتعالى. يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها، ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معان بلا دليل صحيح ولا عقل صريح، كقولهم: رحمة الله إرادته الإحسان، لا يثبتون الرحمة